ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقرتنا دلوقتي، فقره الجمال والابداع، فقره كده مميزه شويه، هي اللمسه الجماليه والسحريه. عارفين حبه الملح اللي في الطبخه لو هي نقصت ما يبقاش ليها طعم؟ بالظبط فقرتنا بقى دي هي اللمسه السحريه والنهائيه. احنا هنتكلم دلوقتي عن حاجات كده احنا بنعملها البنات واحنا صغيرين، بنحب ان احنا نعمل ورد، اطواق ورد والكلام ده. دلوقتي احنا معانا ضيفتنا مصممه مستلزمات المناسبات، هي خريجه رياض اطفال جامعه القاهره، الاستاذه مروه شكر. وطبعا انتم شايفين طوق الورد اللي انا لابساه ده من صنع ايديها، تسلم ايديها طبعا. اهلا بيكي يا مروه. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا مروه، منورانا في الاستوديو. ربنا يخليك. مروه قولي لنا انت بتعملي ايه بالظبط؟ انا بعمل شغل المناسبات كلها، يعني المناسبات، أي مناسبة؟ ممكن افراح، ممكن خطوبه، كتب كتاب، سبوع، عيد ميلاد، تخرج، اي مناسبه. يعني ممكن حد عايز مثلا يعمل مفاجاه مثلا لخطيبته لخطيبه، ممكن انا برضو افكر معاه. انت بتعملي اكسسوارز صح؟ يعني ما بتعمليش الديكور كله بتاع المكان؟ لا، بعمل بالونات برضو، شغل بالونات والحاجات دي. بصي هو انا بعمل شايفه شغل الكوشه بس طبعا ما جبتهاش معايا. بس انا عندي سؤال بقى، انا شايفاه قوي في الجيل اللي هو الصغير ده، لازم في عيد ميلادهم يعملوا الارقام بتاعت اعياد الميلاد بتاعتهم وتابلو برضو ويتصوروا فيه، طالعه موضه قوي. فانت شايفه بيبقى اكتر طلب في انهي مناسبات، اعياد الميلاد ولا الافراح، وانهي سن بقى كمان؟ هو الافراح اكتر من اعياد الميلاد. الافراح الافراح اكتر. بس برضو في اعياد ميلاد بيطلبوا شغل الاعياد ميلاد كتير. يعني هو الشغل مكلف، عشان كده مثلا الخامات مكلفه، الخامات نفسها احنا مكلفة. هنوصل للخامات دلوقتي وهنعرف منك انت بتستعملي ايه اكتر من الخامات. بس عامه ليه يعني انت شايفه ليه فكره ان الافراح بيبقى فيه عليها الطلب اكتر من العيد ميلادات؟ والله مش عارفه يعني، بس ممكن عادي يعني اللي هو فاهمه، اصل العيد ممكن ما يبقاش حاجه مهمه قوي في حياه البنت زي برضو فرحها. صح يا ولا ساره؟ كمان بيبقى قلبة العمر بقى ونفسها تحقق، تعمل كل حاجه. يعني انا مثلا في فرحي قعدت اخطط قبلها ان انا هعمل ايه، وعايزه حاجات مختلفه وتصاميم مختلفه، بتبقي بقى بتحلمي باليوم دون، فبتبقي عايزه تطلعيه باحسن شكل. يعني انا عارفه يا ساره، شفت دايما العرايس بيعملوا الاكسسوارز دي لاصحابهم. أيوة. تطلب منها اصحاب العروسه، طب العريس برضو كمان بيعمل كده هنا؟ العريس نفسه ما بيعملش، ممكن يعمل بقى اخواته يعملوا برضو، البنات. البنات يعني هي مختصه اكتر بالبنات، هم اللي بيدوروا. يعني اغلب اللي بيطلبوا مني العروسه مثلا، ما بتلاقيش مامة الطفل، انما بابا دي شاب ما فيش ليه تصميم معين. لا الولاد مش بيطلبوا قد كده. هما بيبقى بشوفهم في الكوشه بيبقوا انتوا عاملين عريس وعروسه، اللي هو بيكتبوا فيها التذكار بتاعهم ده، الجست بوك. لا ما انا بس بحب اعرف الناس بس بالعربي. لما توضحي لنا بقى ايه الخامات اللي انت مستخدماها؟ بستخدم بقى الفوم بجميع الوانه، اللي هو فوم في الحاجات زي كده. انا معايا كمان فوم. واحده على اسمي. وانا معايا كده يا جماعه، هاتي كده معايا. انت كنت دي عاملاها لاني مناسبه؟ دي انا كنت عاملاها لبنت اختي. بنت اختك؟ اوكي. اسمها اسمها ساجا. ساجا مش ساره يعني؟ طب ماشي، انا خدتها. لا اختي اسمها ساره بس بنتها اسمها ساجا. طب وضحي لنا اكتر. بستخدم حاجات الفوم، بستخدم الستان، بستخدم طبعا الشمع، نص بيان. النص بيان اللي هو بعمل عليه حاجه زي كده، بس هو ورا عشان يمسك الحاجه. إيه ده؟ زي مش كرتون؟ كرتون. اوكي. ده مش كرتون، ده نص بيان. اسمه ايه معلش؟ نص بيان. نص بعمل عليه بقى الشغل دوت عشان يوقفه، لان لو ما عملتوش هيبقى زي ده كده. بس حلو ده يعني. محمود واسراء. محمود واسراء اختي. احنا حرقنا المفاجاه. المفاجاه اتحرقت خلاص للاسف. زمانها دلوقتي قاعده بتتفرج يعني. قوي. طب قولي لي، ده العريس والعروسه يمسكوه يتصوروا بيه؟ هيتصوروا بيه كده، امسكوه كده. اوكي. طب وبالنسبه للطوق اللي انا كنت لابساه ده بقى، ده بيطلب اكتر في مناسبه ايه؟ ممكن عروسه برضو مع البوكيه بتاعه. طب حلو يا جماعه، عروسه ممكن اعياد ميلاد، ممكن خطوبه. عروسه خطوبه مش فرح؟ ممكن خطوبه. في الفرح بتبقى لابسه الطرحه اللي هي في ناس بيطلبوا الورد دون للعروسه اللي هو الفرح. طب وممكن في الحنه؟ في ناس ممكن في الحنه، في الفرح. ايوه صح، يبقى الطف.
في ناس على حسب بقى ذوق كل واحده يعني، بس في ناس بيطلبوه في الفرح. طب انت بداتي شغلك ده من امتى؟ من وانت في الجامعه ولا انا خلصت جامعه وبعد كده يعني انا اصلا داخله الكليه لان انا حابه الشغل ده من وانا صغيره كنت بقى. هو انت بتعلموا الشغل ده في الكليه؟ مش قوي، بس الحاجات دي انا علمتها لنفسي يعني كبدايات يعني. ممكن في الكليه ازاي؟ لا انا بحب اشتغلها يعني، ما اعرفش اتعلمتها ازاي من نفسي. احنا بنجيب يا ساره يعني، عارفه انا بجيب التصميم وانفذه. برافو عليكي. زي ما احنا بنجيب عارفه الخرز ونعمل نفسنا الحاجات دي. الغوايش انا بحب اعملها. طب انت تصميم يعني انت اللي بتصممي ولا انت بتجيبي التصميم؟ لا انا يعني بحب قوي العروسه مثلا تطلب مني تقول لي انا عايزه، بس عايزه على ذوقي. بحب قوي ان انا ابتكر. انت تفني بقى. لكن في عرايس بيطلبوا حاجات معينه يعني، انا عايزه ده فلازم اطلع له نفس التصميم. طب ممكن لكن تديها نصيحه لو حسيتي انها مثلا مختاره حاجه؟ ممكن اقول لها ممكن اقول لها مثلا ممكن اعدل فيه شويه وهوريكي برضو الخطوات عشان لو ما عجبكيش بقى. لا بصراحه هو لحد دلوقتي ما بيقتنعوا. يعني كان في واحده طالبه مني هو السرير بتاع البيبي. فعملت الاكسسوار اللي على السرير. انت مش بتعملي السرير نفسه صح؟ لا اللي هو الغربال بتاع السبوع. السبوع. طلبت مني شكل معين وكده، وانا قلت لها ماشي بس انا هعمل فيه شويه تعديلات وهبعت لك صور قبل ما الزق وقبل ما اعمل كل حاجه. فبعت لها بقى الصور، قالت لي لا انا كده بعد كده هطلب منك، مش هقول لك انا عايزه ده على شكل التصميم. انت بقى فني. طب على هو بيبقى فيه دلوقتي سبوع كتير يعني، بيبقى فيه طلب سبوع بجد والله. انت عارفه يا ساره بمناسبه البيبي ده، انا شفت فيديو حلو جدا هقول لك انا بقى على فكره. لقيتهم جايبين زي علبه البونبوني وحاطين فيه ماده، انا كنت عايزه اعرف دي ايه، وبيجيبوا رجل البيبي ويخلوها تغرس فيها كده وتطبع فيها. والاكسسوارز دي جميله جدا. طب ازاي بتفضل موجوده بقى رجل البيبي لحد ما يكبر؟ هو ده بيبقى زي عجينه سيراميك كده. سيراميك. انا استغربت يعني بتنشف. بتنشف. اصل انا قلت لو صلصال ما هتروح. لا صلصال هي هتخسر على طول. بنعملها بالعجينه السيراميك. انت بتعمليها؟ لا انا عملتها في كل في ايام الجامعه، لكن دلوقتي ما حدش طلبها فما عملتهاش. عملتها بس ستايل مختلف يعني، مش حاجه للبيبي يعني. طب قول لنا الوقت ده بياخد منك وقت قد ايه؟ لا بياخد كتير، وانا بطبق بصراحه. يعني ممكن اطبق كده من غير نوم. فعلا يعني مثلا البوكيه الورد ده زي الجلب بتاع ده بياخد بقى. لا بحب اعمله بقى بمزاج كده واشغل ميوزك بقى وكده يعني. طب وبالاول حلو قوي الورد ده، كمان انت اللي جايبه الورد ده؟ انا جايبه الورد دي. انت هي اللي بتعمليها؟ لا انا اللي جايبه الورد ده. الورد اللي هنا ده انا اللي عاملاه يعني. انا عايز اعرف بس، هو الورد ده انت الشكل نفسه انت اللي مكوناه ولا هو بيتباع؟ لا هو جاي جاهز، الورد نفسه جاي. وده اللي انت عاملاه ده؟ هو ده اللي انا عاملاه نفسه. عاملاه بقى. قول لنا ايه الماتيريال اللي انت؟ فوم. فوم برضو؟ بس عادي الفوم انك تلفيه وتدوريه سهل يعني. انت يعني بتعملي حلقات اكبر في اصغر؟ لا صح كده. وبعدين بتسيبيه؟ لا خالص خالص. اكتر المهنه على فكره. انا عندي الهوايه دي والله. لا يعني هنفسك بعد كده. لا مش مشكله عادي. طب قول لنا ايه الحاجات اللي هي الصغيره دي ممكن توضح لنا؟ ده كارت سبون. اوكي. بتفتح كده. حلو قوي. الله ده لذيذ قوي. حلو قوي. عارفه ممكن يتعلق كمان على اوضه البيبي يفضل تذكار. في شكل ده بقى للولاد ممكن. ده البنات. بنات وده ولاد. جميله قوي. بيطلبوا منك الوان معينه؟ في ناس بتطلب نفس الوان معينه. بحسب لبس البيبي طبعا. بينسقوها مع اللبس. ما بيحتاجوا بقى مثلا بيبقوا عايزين. دي جميله قوي. بيبقوا عايزين يطقموا بقى. قوي. ميكي وميني. ولا دول الاثنين ميني ماوس؟ اهي لا دي ميني. هو ميكي. طب ممكن تبينيهم للكاميرا بقى؟ اي صح انت بتفرجينا احنا. بتفرجي الكاميرا. جميله جدا. وريهم اللي هي بتاعت البيبيهات الولد عشان ما شافوهاش. حلوه قوي. حلوه جدا جدا. ده بياخد قد ايه منك يعني مثلا؟ بياخد وقت الكارت. لا الكارت ده بياخد وقت. تصميم الكارت او الكارت ده هو اللي بياخد مني وقت. انت بتصمميه بحاجه بآلات هندسيه بقى طبعا ومقاسات معينه؟ لا ولا معاكي باترون؟ بقعد ارسم. بترسمي؟ انا بحب ارسم. بتقلبي بقى هو بالقلم الرصاص ولا هو انا بعمل الاول في ورق كده بجرجرها وهعرف. ورق كده بيتباع اسمه ورق كلك، ممكن برسم عليه وبعد كده بقى عشان اعرف اطبع اكمل طباعه على بقيه الرسومات الثانيه. يعني تستني اول رسمه وبعد كده برسمها وبتقلبي ورقه الكلك وبتشفي بس. طب الورد بقى
برضه عشان انا عايزه اعرف الورد ده عادي يعني بتعملي بتقصي على شكل دايره دايره واكبر فاصغر فاصغر صح هي دايره كبيره وبعدين تبداي تدخلي فيها تقطعي بالمقص داير ما يدور كده بس انا كمان شايفه وبعد كده ببدا الفها بقى زي فكره لما بيبقى معانا ستان يا ساره واحنا صغيرين وبنعمل الورده دي انا ما كانش عندي المواهب دي خالص الفنيه دي فانا ممكن اعرف منها فاهمه وانت علميني بعد الحلقه المواهب الفنيه لما نخلص الحلقه انت علميني بس انا شايفه ان انت كمان مستعمله جلاتر وريش قوي دي ستايل قوي قوي طب انت دايما الريش بيطلب منك امتى ولا انت برضه على حسب بقى يعني ده انا برضو انا اللي مصممه يعني انا اللي عاملاه يعني في ماتيريال معينه ينفع تستخدميها في مناسبات معينه وماتيريال ثانيه لا لا لا, لا عادي لا عادي في اي مجال عادي ودي عادي. ايه بقى دي صينيه شبكه صينيه شبكه لذيذه قوي شكلها حلو قوي وهنا الدبل المفروض تتعلق هنا مكانهم بس انا عامله يعني العصافير ده كمان رومانتك حاجه رومانسيه جدا بصي لا المكان بتاع الدبل كمان حلو قوي هما بيحطوا بقيه الشبكه فين في العلبه طبعا تحط هنا في العلبه زي ما هي عشان ما تقعش انت ممكن عارفه يعني ممكن تعملي لها جوانب ممكن علشان هي انا عايزه اقول لك ان انا اول مره اعمل الشكل التصميم ده شفتي يعني قلت لك كنت بعملها في صينيه عاديه بجيب صينيه بس اول مره اعملها لا جميله قوي تسلم ايه اكتر الحاجات اللي بتطلب منك شغل الافراح الفريمات فريمات الفريمات اللي زي دي والكلاكيت زي ده انت ما وريتنيش ده بقى ده جميله طب قولي لنا ده مثلا العريس بيمسكه او العروسه ولا هو بيتعلق على الباب عروسه والعريس بيمسكوه كده هما الاثنين بتبقى في النص اوكي طب ولو حد طلب ماتيريال تاني غير الجليتور عادي عادي بعملها على حسب هما بقى اللي بيطلبوا يعني بس انا لو شفت تبقى شيك قوي على حسب بقى طلب الجمهور طب يعني. الجاست مارد دي زي كلاكيت زي عندنا كده في الاستوديو كده دي جميل لا دي تحفه بقى حلوه قوي لا دي انا هاخدها على فكره خلاص انت قلتي عليها دي حلوه جدا لذيذه قوي طب ما ينفعش تعمليها انها بتتحرك ممكن نعملها بتتحرك بكبسوله بقى بتتثبت بقى ممكن دي بتتفصل خالص وبتتثبت هنا تبقى دي بتتحرك طب وامتى بيطلب منك حروف حروف ايه شايفه ام واي دي برضو حاجه اختي يعني بس مش عايزه اقول لك معلش احنا حرقنا تماما ونقولها مبروك انتي كده ايه اخيرا يا جدع حلوه قوي على الحاجات التانيه اللي في ناس بيطلبوا جمل مختلفه في لقد وقعنا في الفخ مثلا جميله في ايه تاني انا كنت عامله كلاكيت بتاعي كتبته اخيرا حلمنا اتحقق حلوه دي اي جمل ممكن اي حد يطلب اي جمله مختلفه يعني ممكن تكون مش موجوده اصلا وانت ما سمعتهاش قبل كده يعني احنا معانا دلوقتي شويه صور كده على الشاشه تعالوا نعرضها ده انت اللي عامله تصميم هي ده على الكنبه ولا انت عامله كنبه صغيره لا هو على الكنبه على بتعرفي تعملي بقى الكنبه الصغير اللي هو زي لا ما جربتش بصراحه دي جميله جدا ما جربتهاش علبه اكسسوارز ده ايه ده فرع مكتوب عليه هو كان تخرج كونجراتيوليشن كونجراتيوليشن اوكي جميله دي جيتار بس ده ليه بقى ده كان طالب في مدرسه كانوا طالبينه من ضمن الانشطه يعني حلوه قوي لذيذ قوي ده ميكي ده فريم سبوع ويلكم ايه فريده اوكي ومبروك وده ايه بقى ده كارمن سبوع برضو سبوع حلوه قوي هي دي بافيتا شكل البافيتا هي نفس ميكي كده بالظبط نفس ميكي حلو الورد ده برضو هتقولي عامله ازاي انا الورد ده اللي بيجنني انت عاجبك قوي الورد بحب الورد جدا حتى بقول لهم صباح الورد اشتري ده ديكور السلم بقى انت حاطه البلالين مظبوط دي كانت خطوبه اوكي لسه كانت قريب يعني حلوه قوي البلالين دي انت يعني حاطه لها ضايفه لها حاجه ولا هي ايه لا هي بالونات بس و ديكور للسلم بالونات بس مش ضايفه لها اي حاجه قولنا ايه ده كان برضو نشاط
اللي طفل نفس الطفل اللي اب وام اللي هي دادي فينجر اللي هما العائلة كوكو ميلن بتاعه الكرتون. ايوه ايوه ده الاطفال كلهم بيحبوها قوي. لا وكمان فعلا في المدرسه بيطلبوا انشطه غريبه الشكل, فان هي بجد بتعملها ده انت كده بتوفري جدا على الام وقت المذاكره, وان انا بقعد اعمل الحاجات دي بتتعبني جدا بجد. بتاخد وقت. انا اقترح عليكي اقتراح, يعني عايز تعملي حاجه زي كده بعد كده ممكن ننزليها على اليوتيوب عشان الاطفال يتعلموا. ممكن انا بفكر ان انا اختي اقترحت, اصل اختي الكبيره دي هي المقترحه اصلا ان انا اشتغل في المجال ده. اوكي هي اللي شجعتني يعني. اصل حلو قوي انك تعلمي الاطفال, خاصه ان هو دي حاجه تبع مجال دراستك لان انت كنت في كليه رياض اطفال. مظبوط مظبوط. هو ده تخصصك انت بتعملي كده مع الاطفال في الفصل؟ هو انا اشتغلت مده كده في كورس للهاند ميد مع الاطفال, كنا بنصمم حاجات مع بعض يعني. وكانوا بينتجوا معاكي؟ ده كانوا بيبقوا مبسوطين او ما بيحبوا القص, ما دي احلى حاجة عنده. والفوم اللي هو البرونز ده بيشدهم جدا يعني, ويقعدوا بقى يختاروا الالوان وبيبقوا مبسوطين. بيبقوا مبسوطين جدا بيا. طب انت ايه خطوتك اللي جاية؟ انت يعني نفسك تطوري المشروع بتاعك يوصل لايه بقى؟ انا نفسي ابقى زي ليلى علو كده في فرح ليلى ان شاء الله يعني, ودنج بلينر بقى وامسك قاعة وكده. بس عندنا في المنوفية ما فيش مستوى كويس في القاعات يعني. فانا نفسي ان انا اشوف مكان هنا في القاهره باذن الله. لا اكيد اكيد ان شاء الله تبتدي, لان بصراحه شفت شغل تحفه, انا نفسي اتعلمه يعني. انا ببقى قاعده على الفيس بس بتفرج على الشغل ده, عندي ادمان. ابتدي واعملي هتلاقي نفسك ايدك خدت على كده, هتبقي متمكنه فيه. مظبوط. ابتدي دايما بالخطوبه كديكور خطوبه, بعد كده هتلاقي نفسك وصلتي لقاعات كبيره وقاعات افراح, ودي هتبقى حاجه جميله قوي. لان انت عندك كمان ذوق حلو في الالوان قوي, تناسق الالوان يعني. فعلا بصي الالوان هنا دي تحفه جدا. انا اصلا عاجبني لون الورد قوي. قوي قوي قوي. بصي هي كمان خلت اللون كله هادي وحاجه بسيطه, هي ادتني خلتني اقول الله يعني. انا بحب الحاجه تبقى رقيقه جدا وحاجه بسيطه كده تخليني اتشد للموضوع. لا جميل, تسلم ايدك. حلوه قوي بجد, تحفه الحاجات والكروت عجباني جدا وكل حاجه, وبصراحه فيها فن وذوق وعارفه اللي هو, وفيها تفكير يعني اللي هو مش حد بيطبع لمجرد الطباع او ان هو بيقلد ديزاين معين. لا بجد الديزاينات شكلها حلو قوي. انا بقول ان الموضوع ده لازم يبقى حد هادي جدا وعنده صبر. ايوه ده حقيقي يا ولاء جدا. ده برضو كارت حلو كاربيل. بحبها دي, جميله قوي دي, اكيد البنات هيعجبوا بيها جدا. يعني الشخصيه دي بيحبوها قوي. ده اكيد. يا مروه نورتينا. يا مروه ربنا يخليكي. انا كمان يا مروه جدا, والقعده معاكي جميله كلها فن بصراحه. ربنا يخليكي يا رب. ربنا يخليكي بجد. يا مروه كان معانا مروه شكر خريجه رياض اطفال. احنا كده بنكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده, ونقول لكم باي باي, واستنونا في صباح جديد صباح بلدي.